15 يوم فاتوا على 100 يوم صحة. خلال ال 15 يوم دول شفنا أكتر من 5 مليون مواطن و 200 ألف. عملنا إجراءات كتيرة جدا في كل المبادرات الرئيسية. معدلات اليوم عندنا تصل إلى 450 ألف مبادرة على مستوى اليوم. مصر جنبيكم، لو محتاجين أي حاجة إحنا في ظهركم. انزل اكشف واطمن على نفسك وعلى اللي بتحبهم مجانا ولمدة 100 يوم. حملة 100 يوم صحة من وزارة الصحة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وزارة الصحة معاك من أول يوم.